لا 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 بس 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 السلام عليكم. حبس 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 ديما من اللي بدينا كي كنتي كي وليتي وحنا كنبداو بهذه الموسيقى هذه وموسيقى وحدين اخرين. اليوم غادي نبداو ب حلقة جديدة من برنامج كي كنتي. ما غاديش نطول عليكم ونستقبلوا النجوم ديالنا. غادي نستقبلوا الفريق الاول واللي كيتكون من دريس الرخ عمو عمو بابا لا 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 بابا عليكم تشوفها تشوفها يلا يلا الله يبارك فيك الله يحفظك. نهار كبير هذا الحمد لله. ثاني مرة في كي كنتي كي وليتي. اوه صافي بليزير كي كنت وكي وليت. عدريس الرخ جانا اليوم سي مهدي. وباش يكتمل الفريق اليوم حاضرة معنا نجمة بغيتكم تصفقوا بزاف بزاف على سميرة بالحاج. سميرة مرحبا. هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني كيتكون من سحر صدقي. شوش في حيال يلا ومع سحر اليوم جانا أمينوكس. لا 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 هذيك تعاود هنا. مرحبا امين. يلا باش يكتمل الفريق غادي ناديو على اخر عنصر اكيد غادي يشكل خطوره في هذه الحلقه هذه. سفيان النحاس. مرحبا. شكرا نوصلوا البرنامج ديالنا وغادي نطلب من الفرق ديالي باش ياخذوا الاماكن ديالهم. تفضلوا تفضلوا. سفيان هنا خويا عبد الله يلا ولا حداكم. يلا نبداو على بركه الله الحلقه ديالنا ومرحبا بكم في برنامج كي كنتي كي وليتي. وكما كتعرفوا برنامج كي كنتي كي وليتي كيكون معنا واحد الشخص اللي اكيد هو صباح معروف عند الناس واخا حتى واحد ما شافه. كنهضر على السي اللجنة اللي صراحه معمرني ما تلاقيت به معمرني ما شفتو تنظن حتى الجمهور حتى هو حتى نتوما ولكن عارف علينا الصغيره والكبيره وفي اي لحظه كيقدر يتدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير ولدي هشام؟ اهلا وسهلا. لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. كي دايرين الضيوف ديالك؟ كلشي مزيان الحمد لله. ايوا زيدو صفقوا زعما السي اللجنة هذا مازال معنا بات سي اللجنة. معلوم معاك بات اللجنة انت بان ليا واخا سي اللجنة غادي يولي لاباس شي شويه بان ليا محال واش غتخليه لا نبقى نجيبو معايا يضرب دويره وصافي. ياك يا سيدي مرحبا ما فيها باس.
وليدي هشام. نعم سيدي. كنرحب بالضيوف ديالك الزوينين والغزالين اليوم. الله يبارك فيك. واللي بغيت قبل ما يبداو نعطيهم مجموعه من القوانين خصهم يطبقوها. بالقانون مزيان. بالقانون يا ويل شي واحد يغلط معايا اليوم. تفضل. القانون الاول، ممنوع التدخين، ممنوع الغش، ممنوع تخراج العينين. أيه. ممنوع قليان السم لبعضياتكما. وما تنساوش راني عارف عليكم الصغيره والكبيره، وكل مره وليدي هشام غنعطيك شي دوسي مليح على شي واحد فيهم. شكرا. وما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش بلاتي ما تنساوش. القرارات ديالي لا تناقش. واضحه السي لجنة. القرارات ديال السي لجنة لا تناقش. وانا شخصيا ما عمرني ما شفت شي حد ناقش شي لجنة. ديما اللجنة كدير اللي بغات ياك ادريس. كاينه وانا ما نخدرش فيك عيني من بعد. صافي غادي نبداو بسميرة بالحاج ونرجعوا. غادي تكمل لي الاغنيه. كمل فين وقفنا؟ مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي في غربتك. الله 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 الله. تبارك الله عليك سميرة. الله يعطيك الصحه. فكرتيني اخويا فكرتيني. لا ولكن جاني بحال الصوت ديالك تبارك الله دابا زاد قوى. اختار يا كيف العمر. انا اللي اخترت مسيو. لا لا انا اللي باقي شي ماركه ولا والو. لا تبارك الله كاين شي ولا لا؟ بالعكس انا قلت انا بارابور الصور اللي شاهدنا صوتك كان رائع. لا ومع شويه ديال الخبره وشويه ديال التشجيعات ديال الجمهور انسان دائما خصو يطمح للاحسن. سميره بالحاج تعرف عليك الجمهور المغربي من خلال استوديو دوزام. كانت هي اول بداية فعلية اللي شافوك فيها الناس في التلفازة. أول مرور ديالك كان ضمن في التلفازة هو نجم الغد. الغد دائما في القناة الثانية. مع الأستاذ عتيق بن شيقر اللي كان وجهوا لي التحية. ومن موراها جات التجربة ديال الاستوديو دوزام. أيه. يعني سميرة بقات مصرة على المسابقات باش تبين الموهبة ديالها. هي استوديو دوزام كانت الوجهة للفنان في المغرب أنه باش يوري الجمهور المغربي أشنو عنده كخامة صوتية. نعم. كإمكانيات وفي نفس الوقت كانت بالنسبة لي خبرة. بالنسبة للجنة كانت كتعطينا بزاف ديال الدروس الموسيقى وكوتشينغ. وهو اللي عرف سمير على الجمهور المغربي. يعني كان له الفضل الأول أن تعرف الجمهور المغربي على الوجه والصوت ديال سمير. سمير بالحاج طاقة كبيرة صوت ما عندنا ما نقولوا. تنظن ما غاديش نختلفوا بزاف هنا في صوت ديال سميرة. ولكن من مورا استوديو دوزام بقيتي كنظن في مراحل بقيتي حتى الفينال. بقيت فيناليست اكزاكتومون. كانت الدورة الثالثة ديال الاستوديو دوزام. الدورة الثالثة. وكانت من بعد ما شفناش بزاف سميرة. كان واحد الانقطاع. كان انقطاع ديال واحد العامين. كنت اول يعني انا في استوديو دوزام كنت مازال ما مجوجاش. يعني من بعد تزوجت ولدت عامين. استوديو دوزام تزوجتي؟ من استوديو دوزام. دونك ما كان لا انقطاع لا والو. لا استوديو دوزام كان هو سبب التعرف ديالي على الزوج ديالي انه كان من المعجبين ديالي. ثم هو كان جا من لبنان وكانوا كيشوفوا هما البرنامج في دوزام وكان كيقلب شكون هذا وصدفه تلاقيت معاه فكان هو معجب فاستوديو دوزام له الفضل. والزوج ديال سميره واش هو في الميدان؟ لا هو في ميدان اخر ديال الطبخ وديال الاكل. يا سلام. داك الشيء علاش ما بغيت بالك. هو باين دابا عرفتي السر. لا هذا هو السر للاسف. هذا هو السر. علاش للاسف؟ سعداتك. انا ما كنطيبش ياك والو. سميره في الكوزينه شي بركه. المهم انا متكل عليه. هو شنو هي احسن اكله تعرفي تسرعيها؟ زوي شنو هي؟ طاجين. طاجين باش
في تعرض عليهم طاجين بالجلبانه والقوق ياك لا لا تبارك الله عليك. شوف عندنا واحد اللعبه جايه ديال الطبخ عندك. غادي نشوفوا هذه القضيه واش كاينه ولا لا. تبارك الله عليكم. كنظن ماشي سميره بوحدها اللي كانت في استوديو دزام. سحر ولكن ما غنحرقوش المراحل. امينوكس نحاس سفيان كان في برنامج اخر ديال تلفازات الواقع. امينوكس ومهدي ربما ما دزتوش في شي برامج قبل. نتوما جيتوا ديك اللعبه ديالها انا كاين صافي واجد. ماشي غير مثلا بالنسبه لي انا الظروف يعني ديال الدراسه وكذا ما كانتش كتعطينا يعني ما كاينش الوقت باش تمشي برنامج موهبه سورتو انا كتبقى شهرين ولا ثلاث شهور كتفور باش دوز هذا اللي كان برنامج. كل واحد كملتيها دابا امين الحمد لله. عندك شي خدمه؟ لا قول لي بعدا شنو المجال ديالك؟ انا الحمد لله مهندس دوله في الهندسه الكهربائيه. مهندس دوله في الهندسه الكهربائيه يعني الضواو ديال الزنقه انت اللي كتكلف بهم؟ لا لا ماشي هكذاك. نعم دونك حنا عندنا فورماسيون كانت في الكليه اللي هي ديال انظمه المعلوماتيه والالكترونيه حيت ملي كتحول من الفرنسي للعربيه كتجي شويه داك الشيء مع الصواريخ النوويه فهمتي داك الشيء. المهم سي لا جيني الكتريك اون توت سورت الالكترونيك الالكترونيك. شحال الفورماسيون فيها؟ شحال ديال الوقت؟ ست سنين مور الباك. تبارك الله عليك. الله يبارك. خديتي سيتي ليسونس كنظن؟ لا ليسونس بلوس ديبلوم دانجينيور. داكوغ تبارك الله عليك. شوف غادي نلعبوا اول لعبه في البرنامج ما عندها علاقه بالضواو. هشام نعم سي لجنه تسناو وليدي الله يرضي عليك تسنى. الله هذا شي دوسي هذا على سميره. كنتي كتهضر مع سميره دابا؟ اييه. ايوا انا عندي لك واحد الدوسي ليها مليح. مرحبا. سميره هذا زمان 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 كانت في شي سهره من السهرات ديالها في التلفازه. اييه. ايوا كانت طالعه لعام سيدي تحصل ليها الطالون. بغيتها تعاود لي هذه القصه الله يرضي عليها. كيفاش قصتك مع الطالون في السهره؟ نمل على السؤال. فين هذا الشيء بعدا سميره؟ كانت في واحد كنت انا من الناس الاصوات الصاعده اللي كنت كنغني مع الرواد انا ذاك يعني في 98 99 قبل من استوديو دوزام. قبل من استوديو دوزام كنت ساعه كنقرا في المعهد وكنت انا من ديك الفتاه الصاعده والفنانه الصاعده اللي كتطلع وكانت اول مره لبست فيها تكشيطه وطويله عليا للاسف ولبست الطالون وكانت اول مره لبست الطالون. التكشيطه ما كانتش ديالك سميره؟ لا ما كانتش ديالي. تلفتها من عند واحد السيده جارتنا وكنت حيت انا ما كنتش كنخيط نهائيا البلدي وكنت دائما يعني كعارف يعني الصغور وهذا وكنت خصني نغني بالبلدي والوالده كانت الطي ديالها صغيره يعني خصني شي واحد اللي ناخذ من عنده قدي. انا كنت دائما كبر من السن ديالي دونك ملي طلعت الخشبة المسرح طالون وحل وحل. ايوا واش درتي؟ ايوا بقيت واقفه فهذيك البلاصه بقيت واقفه واحد الوقيته وبديت نقول شنو غندير شنو غندير. كان واحد الموسيقي ورايا قلت لي شوف راه شنو واقع شنو واقع من البعيد داكشي راه قال لي ميساج دايز بقيت واقفه بحال هكا وبقى هو بلاصتو حتى سالي السهره وداكشي عاد جابوا لي. حيدتي الطالون من بعد؟ حيدت الطالون حيدت الطالون وخليته ومشيت بهكا يعني باش نبقى غدا توازن صافي كنت مخلوعه بزاف اكيد اكيد طرائف كثيره كتوقع سواء في لاسين ولا في حتى لي برايم كنظن كيعلموك يعني من بعد كيفاش تجيري الامور بطبيعه الحال. يلا غادي ندوزو. شكرا سي لجنه على الدوسي ديالك. غادي ندوزو الان لاول لعبه غادي نلعبو كاملين لوغلوج ميكانيك ولكن هذه المره ماشي بموري واحد بجوج ديال الموريات غادي نخليكم تكتشفوها حيت غنلعبوها دابا. مشاهدينا وصلنا لاول لعبه في البرنامج لوغلوج ميكانيك وكيف ما كتلاحظوا بطريقه جديده كاينين جوج ديال الموريات واحد لتحت واحد الفوق بالتالي المهمه غتولي اصعب خصهم ينقزوا الموري الثاني ويخويو على الموري الفوقاني. غادي نبقاو غاديين ساعه كتدور وحنا كنقصيو في المشاركين تشوفوا شكون هو المشارك اللي غادي يفوز بهذا التحدي هذا. واجدين؟ وي يلا ثلاثه جوج واحد طب فوالا سحر كتخشي خليك في الوسط كتخوي ليها عندك اي 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 شي من نرينا نرينا هاي بدات كتضرب سميرة سفيان بدي اي حدا مع هاي عندها ايه ستوب 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 مهدي خاصك مهدي خاصك مهدي مهدي كي اول واحد كيتقصى
يلا اذا كيف ما كتلاحظوا مهمه ماشي سهله ماشي سهله كتطلب تركيز 3 2 1 ستوب ادريس كاين الحق على مهدي يلا نواصلوا 3 2 1 ستوب عندك اوبلا اوبلا كاميرا كتدوز الصحر كتدوز عندك على ما الرابيس لا 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 هيا بلا تكتر هيا عندك لا 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 الله يا خي التوقع شكون غادي تخسر سامي راه كتدوز سحر سفيان حاول السهلية سامي راه الحاج احسن طيحة في العالم وانا بحنا صديق ردك وانا بحنا يلا سميرة كتقصى ربحنا وبالتالي ربحتوا انتم هما الفريق اللي ربح هذه اللعبة هذه بارك الله عليكم مشاهدينا كانت هذه لعبة لوغلوج ميكانيك اللي شاركوا فيها الفريقين بجوج ولكن الفريق اللي فاز بها هو امينوك سحر صديقي وسفيان نحاس والواعرة في هذه اللعبة هذه ما تقصى فيهم حتى واحد يعني ربحوا بثلاثة أول مرة كتطرف كي كنتي كي وليتي برافو عليكم قبل ما ندوزوا لبقيه البرنامج غادي نرجعوا شويه لهذه اللعبه هذه بالعرض البطيء ادريس انا عقت بك اخويا ادريس تصيدتي في هذه اللعبه صيد صيدتوني هذاك صيدني ذاك العفريت ذاك الفرماج اشنو هذاك هو ذاك لا هي شوف هي راه كدوري بوحدها نورمال لا ما كدوش راه شفتو تما كاز هو كيدور فيها ما عرفنا هو ما عرفنا تخبع راه لا ما جاو ما عرفنا هو غفلات كدريس وليني بروح رياضيه تنقول لكم تبارك الله مبروك عليكم بارك الله عليك واحسن احسن احسن طيحه هي ديال سميرة بن الحاج سبيكتاكولير ديك كيفاش سميرة؟ لا أنا لا شوف أنا كنت كنقول بأنه مهدي هو اللي غادي يبقى ما تنقصش منكم أخويا أدريس ودرنا فيه الأمان ولكن مهدي طار هو الأول سميرة بقيتي أنت اللي بقيتي شادة في الفريق ديالك لا تغفلت غير في حيت أنا قوشية خاصها تجيني هكا باش نعرف تجيني هكا كان فهمتي انا العقل ديالي مقلوب والمره الجايه غير علميني قلبوا المره الجايه هكا الله صافي تبارك الله عليكم يلا نواصلوا ونشاهدوا مشاهدينا الصور المواليه السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا الله يبارك فيك بخير الوالدين انا جاركم اللي لتحت وليت كنعرفك الناس ولاو كيعرفوك كنتو لاعبين دابا شي لعبه تدردكو ياك اييه كنا كلاعبين الساعه الميكانيكيه حشومه كان فيها شويه حشومه كنا نعسل لتحت وكنسمعوا تدردكو كانت شي وحده شي مراه طاحت راه تسمع الطيحه ديالها لتحت سميره هي اللي طاحت والدري دابا راه فاق ليه الدري ما بغيش ينعس سمعكم تتقولوا دري صروخ اميني علاء انايا هو اللي ما بغاش يقول لي انايا طابا شاه انا تلعب في التليجون شنو هي هذه؟ التليجون التليجون اه انا تندير كلشي المسرح الكوم ها هو بابا شتي تيغني تيغني والله العظيم اللي تيغني عزيز عليها تنطيرو بحال هكوك ونقولو ها هي جات حنايا كلنا واخا ودابا شنو بغيتي شنو بغيتي يا بابا انا شنو بغيتي دابا بغي ها هو بابا دوي معاه شنو بغيتي يا بابا اه بابا هو دابا راه عزيز عليه هادشي ديال الفن والمسرح تيدير كلشي القرايه القرايه راه مجتهده 7 شحال 56 ديما عنده داكشي تيعاود النكت تيدير كل نكت عندي نكت واعري واخا نعاود لكم واحد النكته نعاودك واحد السيد كان غادي ويطيح ويقول امي واه واعر انا ينفعك صافي شتي دابا شتيهم يلا شكرا على يلا مشيو يلا ماما غادي تقلق عليك يلا عندي واحد سؤال واحد ونقول لك الصراحه الشهاده دابا بابا والله تضربوا ماما انا اللي تنفعك يلا يلا وديما تعيط لعمتك قولي عيط لعمتك هي اللي تتفكنا هو كضربوا ماما راه مريض راه مريض يلاه ضربوا ماما ما تضربنيش راه ما شفتش راه تضحك معايا ضربوا ماما راه تضحك معايا المريض راه تضحك معايا ضربك ماما راه تضحك والله تضربك بالسنطه
تبارك الله عليكم. يلا نوصلوا ونشاهدوا الصور ديال دريس الرخ ونرجعوا. خويا حميده نطلب منك واحد السيرفيس، خذ هاد الصحه وعطيها لديك السيده اللي مكلفه بهذا المحل، بعد ما تقول بينك وبينها ايوا باص رد عليك مونيكستاز. علاش ما تديها ليهاش انت بيديك؟ راجلها كيعرفني وخاف يشوفني معاها. وانت خايف من راجلها وانا تصيفطني ليها؟ شوف اذا لقيتي شي حد معاها ما تكلمها ما تكلمك، فهمتي؟ شنو دايره بعدا هادي البنت؟ طويله شعرها مطلق عينيها كبار وزوين وفي يديها وردة بيضاء. دريس الروح شلع طلّه. دريس مرحبا بك. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. الله ينورك. هذه ثاني مره كتجي معايا. ياسر. وهذه ثاني مره كنقول لك كي كنتي وكي وليتي. اخلع الله. عارف كي كنت وما عارف كي وليت. تبارك الله عليك دريس. اكيد المسيره الفنيه مسيره متميزه ومسيره ذهبيه اعمال مغربيه واعمال انترناسيونال. تبارك الله عليك. من بال كارير. الحمد لله. كنتي تتحلم هذا الشيء كامل؟ كنت كنحلم نكون شي حاجه. كنت تنحلم من صغري حيت الا عرفتي التاريخ ديالي انا كنت شي شويه كنلعب الكره وميمطو انا كنت باغي نخرج. هادشي ليك كنتي قول. كنت قول. كنتي قول ديال النادي المكناسي. كنت غادي نكون ان شاء الله المستقبل ديال الكوار في هذه البلاد. مالوغوزمون وقع لي واحد لانسيدون خايب دونك جي شونجي الكاب كامل. جي شونجي فاش بدلت الماء هو احسن لان كنت في الطفل كنت تنحلم انا ندير المسرح نقرا الادب. وانا عندي الدليل بانك وانت طفل كنتي كدير المسرح وكنتي كدير هادشي كامل. غادي نشاهدوا الصوره هيا كيف ما كنلاحظوا حنا الان كنشاهدوا فيها. دريس كنتي هنا ممثل في هاد التصويره هادي كنتي ممثل والصديق اللي معاك كان لاعب بوليسي. وي كتعرفوا عقلتي بعدا على هاد التصويره هادي. هاد الصوره لا هاد الصوره رجعت لي في ايامات الدراسه في علال الفاسي. اييه اعداديه علال الفاسي بمدينه مكناس. وهادو في الاحتفالات ديال عيد العرش. وما تبدلتيش اخويا ادريس؟ لا ما تبدلش. ما تبدلتيش؟ لا ما كنتبدلش انا. والجميل في الامر كما قلت الله يقتلنا في صباغتنا صاحبي. الجميل في الامر كما قلت انت كنتي لاعب ممثل. ممثل ايه. وصديق ديالك كان لاعب بوليسي. وهو ولا فعلا بوليسي. وانت وليتي فعلا ممثل. سبحان الله. ودابا بجوجنا عايشين في الدار البيضاء. تبارك الله عليك. نو مي سكي بيان سكي بيان زعما تبارك الله عليك دابا باسكو لقيتي هذه الصوره لان هذه الصوره ما عنديش. تحيه للسياسيين اللي عطانا هذه الصوره هذه اكيد. نو سكي بيان هو انه لو سوفونيغ ديال شي حاجه كنحلموا بها فاش نكونوا صغار وراه يقدر يتحقق لكم الحلم ديالكم. دريس واحد الوقت كنت عايش في السويد. كنت عايش في السويد. واي كنت في يوتيوبوري ومن بعد درت السويد من الشمال للجنوب للشرق الغرب ديالها وعاود تحولت لستوكهولم وعشت فيها واحد المده وخدمت في دراماتن واحد اللي تسمى لو تياتر ناسيونال ديالهم. لا كنت انا بيبر غاتن. انا بيبر غاتن. تاكسوميكا. فاش غوت. فاش غوت. فوالا دونك دوزت مده هي ما استحملتش ما قدرتش على السويد. اكيد البرد وقيلا. ماشي سي اوتر شوز سي ديفيرون. كل شيء غري من غير البرد. البرد تقدر تستحمله ولكن ما تستحملش الجو ديال. كاينين بعض المواسم اللي مثلا الليل كيجي مع الجوج ديال النهار. اون جينيرال النهار كامل وانت شاعل الضو بعدا. في الشارع كتبدا الضو الصباح راه شاعل الضو. نعم. والشمس قليل فين كتخرج دونك سي تري ديفيسيل. سحر صدقي خدمتي مع دريس مجموعه من الاعمال. لا بزينه. زينه. خدمتوا بزينه سلسله تلفزيونيه كانت اول سلسله ديالك. لا لا كانت قبل منها. قبل كنت درت لا من غير كول سانتر وداك الشيء انا تنهضر مسلسل تلفزيوني يعني مسلسل تلفزيوني خدمت في سوريا افون ولكن نعم. زينه هي اللي كانت عندي مساحه اكبر باش انت بطوله في زينه. كيفاش دايره الخدمه مع دريس؟ غزاله الخدمه مع دريس. واش كيعاون شويه الممثل على نعم باردون كنقطع فازي كيعاون بزاف سورتو ملي كتكون كتلعب معاه كيعطيك واحد لينيرجي اللي اوتوماتيكمون كتحس براسك اليز وبيان سور الا كانت شي حاجه كيقول لك ها شنو دير ها شنو ما ديرش من الاحسن. المهم الخدمه معاه الي اغريابل. دريس انا جاتني الخبر عليك صارم في الخدمه عكس ما كنتوقع زعما انا كتب لي انت ممثل صاحب الممثلين يعني كنظن ولكن قالوا لي بانك في الخدمه شويه
سي فري كو في الخدمه انا كممثل تنخدم لانه كاينه لا جينيروزيتي ديال الممثل، والممثلين بيناتهم خصهم يتبادلوا بزاف ديال الحوايج ابار سي فري كو الحب سي امبورطون ليموسيون اوسي، ولكن التجارب يتبادلوا بيناتهم الخبره لان حنا كنشتغلوا على عمل واحد. ولكن فاش نكون كمخرج المشكل الاساسي هو انه خاص واحد اللي يقود هذيك الطائره، لانه سينو غادي يولي مشاكل. خدمتي شويه ديفيسيل سي فري كو ديفيسيل، علاش؟ حيت كنخدم على لي ديتاي، كنخدم على ديريكسيون داكتور، كنخدم تكنيكمون مع ليكيب تكنيك على بزاف ديال الحوايج اللي خاصها توصل بالحرف داك الشيء اللي انا كنحلم به، اللي باغي خصو يوصل. وبطبيعه الحال ليكيب ديالنا اللي كنخدم معاهم سواء ممثلين ما كنختارهمش عبثا، كنختارهم لانهم عارفهم بانهم عندهم توجهات فنيه ويسون اكزيجون حتى هما وباغين يخدموا تيشتغلوا على النص. كنشتغلوا ايضا على لي ريبيتيسيون، لي ريبيتيسيون بور موا سي امبورطون، ما نجيش ونمثل مستحيله، حيت الناس اللي كيدخلوا لو بلاطو كيمثلوا صافي ديال راه ما كيفهموش بانها سي اميتي ديفيسيل صعيبه، سي اميتي اللي خاصه بزاف ديال الوقت، سي اميتي اللي فيها اون بريباراسيون سيكولوجيك للممثل، وهاد الاشياء كلها خصنا نوفروها. الا ما وفرتها لهمش ما غنديرش خدمتي وما غاديش ينجح العمل. تبارك الله عليك الدري سروق. هشام نعم نعم سي لجنة. وليدي هشام، وليدي هشام. نعم سيدي. عندي لك واحد الدوسي. اييه. ولكن هذا دوسي عجبني انا بعدا. ياك سيدي. أول مرة سي لجنة كيجيب شي دوسي. لا عجبني عجبني عجبني. زيد. حيت أول مرة كنسمع هذا البلانر. شنو هي هاد؟ أنا سمعت باللي دريس الروخ دار شي أغنية وزع ودار الماسترينغ على البنيتة ديالو، ما فهمتش أنا هادشي، بغيتو يشرح لينا هاد القضية هادي. لا كاميليا. كاميليا. كيفاش هاد القضية اللي قالنا سي لجنة؟ اون فيت فاش دات 4 سنين عادة الناس كيحتفلوا في لانيفرسير ديال وليداتهم تيجيبوا لهم ان كادو ولا شي حاجة. انا بغيت فكرت في حاجة أخرى، فكرت في اون ايدي انني ندير الكادو لبنتي نصوب لها أغنية. وأكيد عيطتي على حاتم عمور وغنى عليها يا كاميليا يا كاميليا غير رجعي. لا نو با دي تو، مع احتراماتي للصديق ديالنا حاتم لأنه التحية صديق ديالنا كامل الجو كنصفقوا عليه لأنه المغنيين الزوينين اللي كنحترموهم بطبيعة الحال، الفنانه المغاربه ديالنا كلهم كيدخلوا للقلب حقيقه. دونك فكرتي في اغنيه ككادو لكاميليا في عيد ميلادها. درت لها ان كادو، تحيه ايضا للمغنيه غيتا البراق، ماشي ليلى البراق، غيتا البراق، باسكو مغنيه شابه وعندها واحد الموهبه واللي استطاعت انها، وحنا يعني تعذبنا شي شويه في كتابه الكلمات، من بعد هي دخلت الاستوديو سجلاتها، من بعد دارت لها الماسترينغ في فرنسا، يعني سي ان ترافاي بروفيسيونيل. كنتي بحلامي ديما في حيالي سوامك في ظهري كاميليا يا كتغني البلوز الموسيقى ديال بغيت نفتح واحد القضيه ان دريس الروخ غنى في زينه، غنى في زينه واحد الحلقه وهذيك الحلقه كانت زينه ضحكات عليه. ايوا شوف ديال ما كنعرفش نغني. لا ماشي مشكل، حنا غادي نعاودوا غير اعاده تمثيل الجريمه. شنو نغني سي استاذ انت؟ انتم مغنيين قولوا لي شنو نغني. لا البلوز قالوا لي كتغني البلوز ادريس ياك. الله سير سير يلا علي. جاست فور يو Just for me, I love you, I love you. صافي والله انت كتغني مزيان ياك صافي هو هذا. لا امين لا لا والله العادي ما عنده الحروف اخي. سفيان كي جا ندير الفالس، ندير الفالس جوسبلز جوسبلز كيغني الجوسبلز. تبارك الله عليك الله يحفظكم. برافو عليك الله يبارك البركه. شوف واخا كذبتي عليا في الاول ولكن غنيت. لا كذبتي عليا، داكشي علاش دابا غادي نلعبوا واحد اللعبه داكو اللي كتكشف الكذوب. دابا غادي نلعبوا مشاهدينا كاشف الكذب. مشاهدينا وصلنا للتحدي هذا اللي غادي يشارك فيه من الفريق الاول دريس الروخ، دريس اللي قبل انه يكون معنا في هذه التجربه هذه ويجاوبنا. هذا سان ديتيكتور دو مونسونج كاشف للكذب.
الا السؤال ديالي اللي سولته دريس جاوب بالكذوب، هاد الاله هادي غادي تصوني، يعني غنسمع واحد الجرس. الا جاوب صحيح ما غاديش تصوني. ونبداو لو تيست ديالنا. اشنو سميتك؟ دريس الروخ. شحال عندك من عام؟ 47. شحال فيك ديال الوزن؟ بعدي والله ما عبرت راسي، والله ما عبرت راسي، نقول 100 كيلو مثلا. 100 مازال ما سكتي. 96. لا بلوس وقيله شي شويه. 102. نبغيو نعرفوا شنو هي العيوب ديالك. العيوب ديالي بزاف. عطينا ثلاثه منها. كنتقلق الى شي واحد كذب عليا. كان مرض بالصح الى داك الشيء اللي قدامي ما عجبنيش. كان مرض باش نقول كان مرض كنمشي للكلينيك. والثالثه هو حبي للناس بزاف. كان شي عيب واحد اخر حيت هذا ما بان ليا. ما كنجلس بوحدي، كنعيش بوحدي، وحداني كنبغي نجلس بوحدي. كتعتبرو عيب؟ وكيف كتسوق عيب؟ حيت خصك تعيش مع المجتمع. تبارك الله عليك. نواصلو. دريس الرخ، انت متزوج، عندك بنيه سميتها كاميليا كيف ما قلنا. كاميليا. قبل ما تزوج اكيد كاع الشباب، شحال من خطره بغيتي في حياتك؟ بزاف د المرات. شحال؟ ديال بصح، ديال بصح، يمكن دو فوا اون. تخوا فوا. كاتر فوا. زيد شي شوي. 10 فوا. 5 فوا. شكون هما هاد لي 5 فوا؟ شكون هما؟ احتراما لهن ما نقدرش نذكر سميتهن. مي كنبغي مي. صافي سكتات الماكينه. دريس الروخ، شكون اللي كيشخر في الدار عندك؟ ها؟ انت ولا المدام؟ هو صديقهم، مره تنكون انا، مره المدام. كاميليا. لا المدام. انا. شنو هي اول مهنه، اول حرفه درتي في حياتي؟ في حياتك وانا صغير. ياك. نعم. وانا صغير كنت من بعد الموت ديال الوالد الله يرحمه، حنا في حي شعبي ما عندناش الدار، كلهم كيخدموا. كنخرج من المدرسه مازال صغير، يعني عاد تنقرا التحضير ولا شي حاجه. تعلمت الخدمه ديال الاولى بعدا كاين، كانت هي جليج، كنصاوب جليج، كنصاوب. وفي نفس الوقت كنت نتعلم في الصيف باش ناخذ شويه ديال الفلوس باش نتعاون بهم على الزمان. كنت نخدم في النجاره، كنت نبيع ونشري. كل صيف عندي فيه شي حاجه اللي كتخليني انني نجيب شي حاجه باش نعيش بها، لان امي بوحدها اللي كتخدم على العائله كامله. دونك بزاف ديال الحلفات تعلمت. دريس الروخ، شكرا لك. دريس الروخ. مشاهدينا، جا الان الدور ديال امينوكس من الفريق الثاني، هو اللي غادي يشارك في تيست ديال الكشف الكاذب. غادي نشوفوا واش غادي يقول لنا الصدق ولا غادي يكذب علينا. امينوكس بعدا، واش ناوي تكذب ولا ناوي تقول الحق؟ ما كنسمع والو دابا. الحق صاحبي. غتقول الحق، ما غاديش تكذب علينا. الحق. واخا. فايت لك درتي شي تيست بحال هذا؟ لا عمري. كنشوف غير ديك البرامج ديال مومنت اوف تروث وكذا، كيسقسيهم. يلا غادي نطلب منك باش تركز معايا وحاول تشوف دائما قدامك. اوكي. ونبداو التيست ديالنا. امينوكس، شنو السميه ديالك الكامله؟ امين تمري. امين تمري. شحال عندك من عام؟ 25 عام. 25 عام. شحال فيك في الطول؟ مترو 88. امينوكس، شنو هي أول مهنة درتي؟ ملي كنت صغير كنا كنمشيو عند جدي، كان عنده الكرموس، حيت جدي فهمتي فلاح، عنده كرموس الهندية وداكشي، كنت كنجنيها بواحد القصبة طويلة وكنبيعها هي والعصير.
هي كقشر بنادم فهمتي كيدي من عندي درهم كاس العصير الهندي الهنديه انت كتدبر مصاريف اختي في العشيه كنخرج انا وكوسان ولد خالي ولد حبيبي فهمتي ما كاينه مدينه الدوره تيقولوا على امينوكس فيه شي شويه العياقه لا 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 فيس العياقه لا بالعكس الحمد لله انا متواضع شنو هي نقطه الضعف ديالك وما تجاوبنيش الجواب ديال لغه الخشب جاوبني نقطه الضعف ديال امينوكس شنو الناحيه مثلا شي نقطه الضعف فيك اللي كتقول خصني نحيد مني هذه القضيه هذه ما خصهاش تبقى فيا الشخصيه ولا في شخصيتك في حياتك ما عرفتش الديفو اللي فيا هو حنين بزاف يعني بعض المرات ما خصكش تقصح راسك في بعض لي سيتوياسيون في الحياه كتصلحش المحنه يعني ديك المحنه كترجع عليك فهمت كيقولوا بانه هذيك اللي قلتي ليها ما كاينش ما احسن كذبتي عليها شكون هي بعد هذيك بزاف اللي قلتي لها انت اللي كاينه بزاف هما انت اللي كاينه قلت لاي بنت مغربيه زوينه زوجات كنتي كتبغيها شويه كنتي كتبغيها سحر صديقي سحر لاباس عليك صافا كلشي بخير الحمد لله كي جاتك هاد الصور هادي صافي بيزار كنشوف راسي صغيره تبدلتي بيان سور كي جاتكم سحر فهاد الصور سي فري تبدلت سميرة انا غادي نجيبو كاشف الكاذب لا تبدلت شويه الجمهور كي جاتكم سحر زيان ياك هذاك الزواج كي بدل تبدلت على المستوى الشخصي ياك مبروك عليك بعد الزواج ولو انها معطله الله يبارك فيك ميرسي ومبروك على منصب تاعها الله يبارك فيك الله يكمل عليكم بخير امين محمد الله الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك لا برافو ما كاين سحر كيف ما قلت انت كذلك من النجوم اللي بداوا في ستوديو دوزام وبداوا في القناة الثانية هنا بحال سميرة بالحاج وبحال مجموعة من الشباب اللي تبارك الله من بعد وصلوا المسيرة ديالهم شنو نفعتك التجربة ديال ستوديو دوزام؟ ستوديو دوزام كانت أول انطلاقة ديالي في الفن هي اللي خلتني نفكر أنني نقدر نمتهن هذه المهنة هذه و فوالا كانت بديرة خير وكانت هي اللي حلت لي بزاف ديال المجالات ودزتي التمثيل كذلك كما قلنا خدمتي مع دريس في زينه وكذلك في سلسله واحده اخرى توريه كانت اول سلسله خدمت فيها هي كول سنتر هي الاولى كانت جات بالصدفه كانت المنتجه لمياء الشرايبي هي اللي كانت دارت لي الكليب ديالي الاول اللي ملي خرجت من ستوديو دوزام كانت القناه الثانيه جاتو ليا مع لمياء الشرايبي وهي بروبوزات عليا ندوز كاستينغ في كول سنتر بحال سي كوم سا سحر الا بغي شنو هو اللون الموسيقي اللي كترتاحي فيه اللي كيعجبك تغنيه كيعجبني نغني شنو هو الشكل ديال الموسيقى اللي سول ميوزيك جاز قالوا لي كنتي كديري حتى الهارد روك لا روك روك ان رول شحال هذه قبل كنتي مهرطزه كيما زعما كانت كونفيرس و ياك ايست باك كفيرات وداك الشيء كلس الكحل تعطينا شي حاجه بغينا ما تخيلتش انا سحر كتبيني زعما تعطينا شي حاجه نسمعوا شي حاجه ديال الهارد شنو ندير تينا تيرنر يلا I left a good job in a city Working for a man every night and day And I don't know a minute of sleep And I don't know I never Big wheel keep on turning Proud Mary keep on burning And we're rolling, rolling babe Rolling on a river سحر صديقي غادي نرجع معاك المسلسل وسلسلة زينة وعلاش ما غنيتيش الأغاني ديالك بصوتك؟ غنيت بعض الأغاني وبعض الأغاني ما غنيتهمش
حيت فاش اقترحوا لي الدور ديال زينة قالوا لي غتغني الاغاني كاملين اللي في المسلسل، ولكن بويسكو انا ما كنتش كنغني العربيه دونك ما كنتش حافظه جميع الاغاني. واش الا ما كنتيش تتغني العربيه، الا ما كانت زعما ودنيك مولفه صعيب تغنيها زعما؟ سي فغي صعيب، والوقت اللي كان عندي فيه التورناج وكان ساليو معطلين وكنعاودو نتورنيو ولا غد ليه ما كانش عندي الفرصه باش نحفظ مزيان الاغاني. نعم. وناديهم بطريقه اللي نورمالمون زينه كانت محترفه بزاف زعما موهوبه في الاغنيه العربيه. نعم. جميع الاغاني العربيه خصها نورمالمون تكون كتقنهم. سميره بالحاج غنات كنظن بعض الاغاني اللي كانوا في السلسله ديال زينه واللي غنيتيهم، كيفاش كان كيجيك الصوت ديال سميره على اساس انت كديري عليه بلاي باك؟ اكيد انا كيعجبني صوت سميره بالحاج، صوت جميل جدا. وانا كنت في زينه كنت كنادي دور ممثله، كنظن يعني الناس تفاعلوا معايا في مسلسل كممثله، ما كنتش كنكون شنو تبدل في حياه سحر من مورا الزواج؟ شنو بدل الزواج في حياتك؟ مخي بحال تكالما شي شويه. علاش من المخ كيفاش كان قبل الزواج؟ كنت يمكن شويه طفله اكثر، دابا بحال بديت كنختر. ياك ولات كتهضر بحال عندها 90 عام. ياك دايره سحر في الكوزينه نبغيو نعرفوا شي شويه. ايوا شي شويه وصافي، عاد وليت عاد بديت كنتعلم. منصف كيدخل الكوزينه حتى هو شويه؟ كيدخل كيعاونك شي شويه؟ لا ممتاز في الطبخ. ياك وانت شكون اللي حسن هو ولا انت زعما؟ لا يدينا بجوج بنان. عرفتي شكر راسو ديك اللعبه ديال يدينا بجوج بنان. زعما اذا بغينا نديرو شي حاجه كنديروها زوينه. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ومبروك عليك وبوك وعاش. شنو هما المشاريع اللي جايين ديال سحر الصديقي؟ دونك عندي سينجل ديالي وان ميم طون كنوجدوا انا وموماغي مجموعه من الاعمال في الميدان ديال السينما. كان ربما اختيار استراتيجي ما بيناتكم بجوج. استراتيجي؟ ياك. لا هي كنتفاهموا انا وياه ارتيستيكمون، سي بوغ سا وشفت فيه بانه ما غاديش يعرقل ليا. يعرقل. المسيره ديالي. دونك حتى هذا كيعاون باش انني اخترت هذا الاختيار هذا. تبارك الله عليك سحر، شكرا لك. يلا مشاهدينا نواصلوا وندوزوا لواحد المرحله زوينه كتعجبني شخصيا كي كنتي كي وليتي، هي الفقره والفطره اللي كنقدموا فيها شاب من الشباب اللي غادي يقدم لنا سكتش ديالو. كيف ما كتعرفوا كي كنتي كي وليتي هو فضاء النجوم وكذلك فضاء الشباب اللي عندهم موهبه وبغاو يبينوها. بغيتكم تصفقوا بزاف 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 على عز الدين فتوحي. كاينين شي حيوانات سبحان الله العظيم تيبان لي انا في المغرب يزيدين ما عندهم حتى علاقه. المش اش تستافدوا منه؟ والو، ما تيتكال، ما تيعطينا هضوره، ما تيعطينا حليب، مره تيطلع يشتت لك سطل الزبل فوق السطح. ومسخوط الوالدين هو الوحيد اللي عنده ثلاثه تسميات في الحيوانات، المش والقط والهير. وكاين واحد النوع البنات تيشدوه بحال هكا وتتقول ليه ميمي، تتقول المش ميمي ولا تعيط لامها مامي. الفرق بين امها والمش هو الفتحه. دابا حنا كما تنعرفوا وعلى حسب ما وصاونا العلماء انه كاينين حيوانات عاشبه وحيوانات لحيمه. الفار تياكل الحوايج توبي. والزحرام تياكل لك السروال من شي قنات، اتي تياكل لك منه قد هكا، والله الا لقيتي منين تخيطو. الناموسه تجي توقف لك هنا تتشرب الدم، ما عرفناهاش اش تدير به ولكن هانيه تتشرب وتدير شي حاجه. النحله واخا تقرصك تتصاوب العسل حتى هي تدير شي حاجه. الدبانه اش تدير؟ ما تدير والو، يلا تتوقف لك فوق هنا اش من ز، يلا تتوقف لك فوق هنا وتتبدا. تتلقى شي واحد مسالي راسو تيجي لها ديك الصباح وتيبدا تينخض فيها. وتيعطيها مع الارض ديك باح تطيح مع الارض عليها هي بتموت تتبدا عاوتاني.
داك سراق الزيت حتى هو ما عرفتش شنو هو الميساج اللي بيوصل لينا في الحياه. ما عرف تيخل العام كامل هو غابر، تيخليك حتى نهار تيجيو عندك الضياف ومريحين وتتعشاو نعام سيدي والبركه زوينه تيتم خارج من وسط المخاد وطالع تيتسلق مع الحيط، تيوصل حتى الفوق ديال الحيط وتيدور تيرحب بالضياف تيبدا يجي لهم بهذوك دياولو ديك اه تاني الصنداله تنتم قاصد ومجفرني تنبين نهبط عليه وتتعيط عليه الوالده قتلو ما تمعسوش مع الحيطه شنو نخنقو. انا تيعجبوني الحيوانات في الزواج، تيبان لك الحيوان غادي والحيوانه جايه واحد شويه تيكثروا الحيوانات. حنا لا ديك النهار وقفت على وحده قلت لها بينا نضربوا مع البيض في الكحل، قالت لي شوف تعطيني مليون في الصداق و 4000 ريال كل نهار وديني جوج المرات الكوافور في السيمانه. قلت لها سير لقيتي هذا اللي اوفر لك هذا الشيء جيبيه ناخذو انا وياك، انا خاصني اللي يصرف عليا. ميرسي. راس ديال التحي. تبارك الله عليك يا سيدي. مرحبا. بارك الله فيك. قبل ما تمشي انا بغيتك تعاود لي كي كدير الدبانه. ها؟ كي كدير الدبانه. الله يعطيك الصحة. شكرا عزدين. عزدين فتوحي. مشاهدينا كان هذا عزدين الفتوحي اللي متعنا ومتع الجمهور اللي حاضر معنا واكيد عجبكم حتى نتوما. دابا غادي ندوزو لثالث لعبة في البرنامج، غادي نلعبو كاملين عصر تربح. مشاهدينا وصلنا للعبة تاع عصر وربح، غادي نشوفو شكون اللي غادي يفوز بهذه اللعبة هذه. غادي يكون مطلوب منهم باش ينقيو الليمون على الطريقة هذه، ماشي يقسموها على جوج ويعصروا. دونك خص تحيدوا الجلده كامله والزبل غتلوحوه في هذا الكاس الكبير اللي حداكم، يعني على هذه الطريقه هذه. متفقين؟ متفقين. كاين الوقت ولا كاين عندنا الوقت؟ عندنا ثلاثة ديال الدقائق وغادي نشوفوا فيها شكون هو اللي غادي يعصر اكبر كميه. متفقين؟ داكور. يلا ثلاثة جوج واحد اعطيه العصر. يلا يلا شنو عندنا؟ كنعرف هاك سيم هذيك يخلي الموس وكينقي بيديه. وي هاك هاك سيم هذيك الليمون ديالكم هذا هاك. الله فوالا اشرب. ناري يا عمر اي دريس الروح كيتمكنوا انهم يعمروا تقريبا الكاس الاول، بحيث انه سفيان النحاس كنظن بانه راه مبوشيا راه مقلوبه راه مبوشيا. دريس اخويا شحال هاد الكاس هذا؟ ها؟ شحال هاد الشيء؟ كاس؟ اه ثلاثة درهم، ثلاثة درهم، ثلاثة درهم، ما بقاش، ثلاثة درهم، سميرة القاد التقنية وسي مهدي مازال كينقي بيديه. أنا ذبحتي ناري ناري يا صدقة ياك أسيدي. يا البرتقالة يا البرتقالة يا معلقة وتزين جننت حالة جننت حالة حملك على بدن الناس. الله 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 كاس ثالث. لا لا ما بقاش لكم الوقت بزاف، بقات عندكم دقيقة. هالكاس حلو هالكاس حلو هالكاس حلو هالكاس حلو الليمون حلو يا الله. لا لا سي ولا كيبغي عصير بالسكر عصير بالسكر عصير بالسكر عطي البنادم يا خرخر يا حبيبي يا هشام هالكاس حلو هالكاس حلو
هالكاس حلو وليت كتغني دابا يلا 10 سعود خلونا صح 3 2 1 ستوب 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 سفيان واحد هو اللي ياكل بخير هذا الشيء عليك هذا الشيء والراحة الله 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 ياك هذا هو الكيسان جوج وهذه هي النتيجة اللي توصلتوا بها بارك الله عليكم الفارق باين الفريق ديال دريس الروخ وسميرة بن الحاج والسي مهدي تميز غادي نربطوا اتصال بالسي اللجنة ربما عنده شي تدخل شي تدخل ولا كان شي تجاوزات سي اللجنة واش كتسمعني السلام عليكم انا راه بغيت نجي ندوق ياك سيدي ولكن بما ان الكميه هي اللي كتهمنا اليوم نعم الفريق اللي ربح في هذه الجوله باين واضح دريس الروخ سميرة بن الحاج والسي مهدي دريس الروخ سميرة بن الحاج والسي مهدي هما اللي كيفوزوا بهذه اللعبه هذه تبارك الله عليكم ولكن قبل ما ندوزوا ونواصلوا انا عجبتني غير الطريقه ديال امينوكس اجي خويا امينوكس حدايا امينوكس كان كينقي كيلوح النص لسفيان والنص كيكول كياك زعما ما تخيل واحد ولي فهمتي مسابقه ويتنزه حنا واقفين دابا فهمتي بخير هذه الغرض ما كاينش يلا تبارك الله عليكم مازال مجموعه من الالعاب في ممكن تداركوا الموقف هذا داي داي نشاهدوا الصور ديال امينوكس نشوفوا التصاور ديالك دابا يلا نشاهدوا الصور ديال امينوكس ونرجعوا الغول الفائز اللي اختاروا الجمهور في فئه البوب هو امين امينوكس امينوكس برافو انا وياك هي الاغنيه اللي مكنات امينوكس من الفوز بالاوورد فئه البوب امين امتي مو بور طون بوبليك شي كلمه للناس اللي شجعوك وساندوك كنحيي المشجعين اللي صوتوا عليا سي طاديغ لي فان وكاع الناس اللي كيبغيو امينوكس كنحيي الفريق ديالي اللي عاوني باش نوصل لهذا لو بوين لا فحنا بدينا من الزيرو والحمد لله اليوم وصلنا لهذا لو بوين هذا كنحيي الوالدين ديالي اللي بلا بهم ما كنتش غنوصل لهذا الشيء هذا والناس ديال المغرب كاملين سواء في المغرب ولا برا المغرب اللي ساندوني والناس ديال طنجة واي بلاصة في المغرب شكرا تبارك شكرا الله ومبروك عليك امينوكس الصور اللي شاهدناها كانت فاش فزتي بالميوزيك اوورد ديال فئه البوب كانت السويت ديال الجمهور نعم عندك جمهور نعم تفضل كانت هذيك اول جائزه يعني غناخذ في الحياه ديالي في الموسيقى و يعني تفاجات ان الجمهور صوت عليا يعني ما كنت عملت لا حمله ولا صوتوا عليا ولا والو راك شفتي في فيديو كنت متفاجئ الحمد لله كانت هذيك من بين انطلاقات اللي هنا تصورت انا في دوزيام واليوم كيشرفني انني نكون مع اصدقائي النجوم المغاربه وهذا ما كان تبارك الله عليك امين امين نبداو بالسميه بعدا منين جات امينوكس امينوكس جات من امين وصافي امين حيت كنا حنا في الليسي هكذا كنديروا مثلا مهدي ميدوكس امين امينوكس فوالا وبقات هكذاك دوك امينوكس كما قلنا انت دابا لافونتاج اللي كاين سيكو هضرنا عرفنا شنو كاين في التيست ديال الكدو دابا بغينا نعرفوا اكثر على كيفاش كتخدم كيفاش كتوجد الاغاني ديالك كيفاش انت وصلتي لهذا الستيل ديالك انت دابا وانا كنت في الاول كنعمل الراب يعني كيف كيعرف كل شيء ولكن داك لي تيكستو اللي كنت كنكتب في الراب عطيتهم واحد لا توناليتي صافي وخرج هذا الستيل هذا اللي هو قريب شويه بين الراي والبوب وكنحاول ديما انني ندير شي حاجات اللي يكونوا يعني غير متوقعين في الاغاني ديالي فهمتي دائما الجمهور كيتسنى شي راه تكون في الديسك الجاي غيكون شي حاجه ما كايناش في الديسك اللي داز شنو هي الحاجه اللي ما كانتش في الديسك اللي مثلا انا وياك ما كايناش في الاول مثلا انا وياك جوج ديالك متابعين جاوني انا شخصيا بحال بحال لا ماشي بحال بحال لان انا وياك مثلا انا وياك هذيك بوحدها الاولى انا وياك مثلا كانت قريبه للراب حيت كنت يلاه كندوز مرحله هذا الراب الار ام بي دونك بقات هكذاك غاده في ميم تيمبو الوغ كو جات وايما شويه سي سويت ايقاع مغربي يعني عجبت الناس وهذه من بعد جات ماشي بحالهم ماشي بحالهم قريبه للراي السولو ديالها راي يعني رقاده وديك ولكن في الموضوع اللي كاين وما كاين محسن ميوزيكالمون ما غاديش نفهم انا شخصيا الفرق لانه ما عنديش شي ثقافه كبيره موسيقيه ولكن في لي تيكس مثلا العنوان اللي قلتي لي دابا كاينه انت اللي كاينه ما كاين محسن وما كاين محسن يعني نفس تقريبا
ماشي هو ما الا شفتي وايما وانتيا ماشي بحالهم وما كاين ما احسن كاملين يعني وايما انتيا ماشي بحالهم وراه ما كاين ما احسن يعني بثلاثه فيهم كتغزل في الدريه يعني تقدر يعني تكون عندك واحد التكست كبير كتفرقوا على الاغاني فهمتي بحال داك الزجاج القديم كتقسم على الطريف غنخرجوا دابا هذا ما كان وانا كيعجبوني التيمات ديال الرومانس يعني الرومانتيك والبنات وداك الشيء انت بطبعك رومانتيك بنوتي وداك الشيء يعني يعني التيم ديال بوليس هاد الهضره اللي كتقول فيها صح التيم ديال التيم ديال ديال الحب التيم ديال ديال الحب كنرتاح فيه عاطفي فوالا دونك كنحس انك توصل للناس اكثر من مواضيع اخرى والاغنيه دابا اللي غادي تخرج فولو مي راه ماشي التيم ديال لوف يعني كيهضر على راسي وغتكون مختلفه بتاتا صافي حيت هذيك عرفنا بانها تزوجات دابا غتهضر على راسك لا دابا اغنيه يعني غادي تكون شويه كنسميو دانس فلور يعني محركه يعني غتفرح نشاط ضحك يعني ماشي ضروري قلتي لي بانه كنتي كدير الراب قبل بديتي بالراب شكون هما المغنيين اللي تانفليونسيوك المغنيين اللي تعجبوك واللي كتانسبيرا منهم حنا ملي كنا صغار يعني كنا كنمشيو لدار الشباب كان ديك ليبوك كان الراب في الطوب ديالو يعني كانت كازاكرو وكان مسلم كان زنقفلو كان طوب يعني كانوا كيسموا نايضه البيك يعني كنا كنمشيو كنتسعركو مدينه باش نتفرجوا في لي زارتيست وهادي دونك انا كنت درت جروب ديالي يعني كانوا بزاف كانت كلشي كيدير جروب ديالو دونك من بعد بقيت كنبحال اللي كنقول زعما تنغني لهم لي رفران وهادي من بعد صافي ما بقيناش مع بعضياتنا وما بغاوش يكملوا في الموسيقى انا خديت واحد الطريق اخرى تعاملت مع الموزع بينا الافريكانو اللي انا وياه كنخدموا يعني بحال جروب يعني ماشي بوحدي يعني فاش كنقولوا امينوكس راه كنقولوا تيم امين نعم. حمزه بلال هادو كلهم رضوان كلهم تيم ديالي حتى اللي صور لي كليب راه صاحبي يعني نعم. حنا كبرنا مع بعضياتنا يعني عقلي على بعضياتنا مني ما كان والو دابا كاين الاستوديو كاين الحمد لله امكانيات دونك حنا باقي غاديين في نفس التيم وورك باش زعما نزيدوا نهزوا النيفو هاد المره في انترناسيونال كان ترى شي مشكل وقيلا في موازين تنظن وخرجوا بزاف ديال لي زارتيكل وهذا وتيقولوا امينوكس طلعوا ماشي ديال لا سين وهذا شنو ممكن تقول لهم انت هاد المساله هضرت عليها شحال من مره يعني حنا فاش خدمنا في موازين خدمنا بالتكنيك اللي كيخدموا بها الانترناسيونال لي زارتيست انترناسيونال ديال بوب سواء جاستن بيبر كريس براون جيسون ديرولو نيو كلهم اللي كيجيو كيديروا الستيل ديالنا في المغرب كيخدموا بهذاك الستيل يعني كنطيحوا اون غام ديال الصوت وكتكون فوق منها اون غام اخرى بيان سور كنديروا لي زيفي سور سين يعني هادشي كيكون باين باسكو سي على انترناسيونال حنا ما كنغنيوش الطرب يعني ما كنغنيوش الطرب كل واحد شنو كيغني الستيل ديالو كل واحد خصو يحترم الستيل ديال الاخر هذيك لا فيديو تبروفوكات وتموديفيات يعني تموديفيات بزاف بوغ ميتر زعما على الدبره فهمتي باش يحطوا يدهم على الدبره الحمد لله ونا ديباسي هذيك المرحله وبالعكس فادتني انا زادت شهرتني والاغنيه ما كاين ما احسن زادت حققت نجاح وانا كنشوفها من الجانب الايجابي يعني موراها جاو حفلات اخرين والحمد لله داز داكشي في مستوى يعني انا كنبغي نقول لاي واحد واخا يبغي واحد طموك واخا يبغي يطيحوك واخا يعني شي واحد يحس بك انت كتشكل عليه خطر وانت ما عندكش ما عند يعني ما مهتمش كاع بهذا الشيء فكمل راك ماشي بحال الوالدين وربي كمل راك ماشي بحال رضات الوالدين اللي كتفتح الطريق يعني واخا تعيا ما عرفتش شنو دير القبول ورضات الوالدين من عند الله سبحانه وتعالى اكيد تبارك الله عليك امين هادشي كامل مزيان سير الجنة دابا هادشي كامل اللي قال ولدي امينوكس مزيان متفقين عليه نعم السيد ولكن واحد القضيه اللي مازال ما بغاتش تدخل لي راسي وهو كيفاش قضيتك في جزيره الكنز وانت في لا روشيل ودوزتي يومين كدور في بلاصتك اولدي اشرح لي فعلا امينوكس شارك في الموسم الثالث ديال جزيره الكنز يا شارك عاود لنا هذا الدوسي هذا امينوكس هو شنو وقع هو كنا يلاه وصلنا لفرنسا يلاه دخلت لوطيل انا وانا بوحدي في الغربه يعني ما مشى معايا ما نزل لي والو مشيت بوحدي واول مره غنمشي تما ودخلت نعس ملي نعست وفقت خرجت قلت نتمشى شويه يعني كنعرف حتى واحد تما الدراري كانوا خرجوا واقيلا كنت كنتعشى واقيلا بشحال خرجت بقيت كنتمشى يعني في واحد 20 متر يعني بحال من هنا المهم واحد 20 متر كنتمشى كنقول مدينه صغيره ما يمكنش حنا نبقاو هنايا مشيت للبحر جيت خديت تصويرات سيلفي سناب شات داكشي اون فرونس فهمتي طلعت عندهم جينا نتعشى وقلت لهم الدراري لا غوشيل صغيره وما قالوا لي كيفاش تساريتي لا غوشيل كامله في نهار واحد ما يمكنش لا غوشيل راه كبيره قلت لهم راه لا غوشيل غير هنا قالوا لي كيفاش مشيتي لها على رجلك ملي بقيت كنهضر مع هشام لقيت انا لا غوشيل خصك تمشي لها هذيك غير واحد البلاصه غير كابتي هذيك اللي دار بوعزه اللي دار بوعزه ولا غوشيل غوشيل خصك تمشي لها بحال من السيد رحال بارك الله عليك امينوكس
أمينيكس بغيت نسولك واحد السؤال، واش عندك مع الماكلة كتاكل شوية؟ أوه زعما واش أنت من النوع اللي كيغلق؟ أوكالة صح صحار؟ الوكالة رنا سفيان باين كترينين سفيان ديما الهضرة مهدي مهدي كتغلق ما كاينش كناكل سميرة ماشي بزاف ولكن سي دريس بلا ما تسولو سي دريس بلا ما تسولو دريس لا دريس ما كياكلش دريس انا هو اللي ما كياكلش بصح بزاف صح والو واخا غادي نشوفوا شكون هو اللي كياكل صافي ما كياكلش غادي نشوفوا شكون هو اللي كياكل اكثر من الاخر لانه دابا مشاهدينا غادي نلعبوا لعبه مع الشيف في البنا مشاهدينا وصلنا لهذه اللعبه هذه مع الشيف في البنا كيف ما كتعرفوا الشيف في البنا هو واحد الطباخ ماهر معروف في العالم والاطباق ديالو كتدرس في المدارس ديال الطبخ وفي المدارس ديال الفندقه الشيف البنا تواضع وجا معنا الكيت انت كي وليتي باش يعطينا احدى الوصفات ديالو وغادي نتوما عندكم الزهر لانه قلال الناس اللي كياكلوا عند الشيف البنا وصفات بنينه وصفات فرحان نعم والله الا شرفت كبير صراحه اللحظه من شحال هذه ايوا هي اللحظه تحققات دوك مرحبا بكم ما غاديش نطولوا عليه حيت السيد راه شوف حاجه وحده ننصحكم الا قال لكم شي حاجه ديروها والا ما كملتوش الماكله وعيبتوا على الماكله ديالو كيتقلق الله دونك هو خصو كيف ما كانت الماكله خصكم يلا نعيطوا على الشاف البنا نعيطوا للشاف البنا يلا نستقبلوا جميع الشاف البنا اهلا وسهلا السلام عليكم بارك الله عليك مرحبا بكم الله يبارك فيك اسمح لي السلام عليكم السلام مرحبا تبارك الله فيك اهلا وسهلا مرحبا بك وشرف كبير لنا اننا شكرا مرحبا بكم عندي بعدا كنبغي ديما نقدم راسي الناس معكم الشيف البنا ديكتاتور الطبخ المغربي معروف عندي قريت في مدرسه تركيه ديال الطبخ قريت في مدرسه الماليه في السويد عندي أربعة شواهد تقديريه من وزاره الفلاحه دونك الحمد لله شكرا مرحبا بكم معنا اذا سي الشيف البنا حنا عودتينا انك بالوصفات ديالك شنو موجد النجوم ديالنا في المنيو ديال اليوم ابرانا قبل من من نوريكم لي بلا انا ديما تنخاطب المراه المغربيه سيدتي هذيك الخطره عطيتكم الوصفه ديال السلاد ماروكان اليوم غنوريكم طريقه كيفاش طيبي الاومليط بلا ما تضربي تماره حيت اغلبيه الناس تيقلبوا على جبانيه وتيديروا الاومليط ويبقاو يطربوه نو تنبغيش ديك الخدمه انا المعفونه ما تنبغيها كما تشوفوا سيدتي الا بغيتي طيبه تتشد بيضه كما تشوفوا بيضه تتشد فوالا ميكا كما تشوفوا سيدتي المقله وداك الشيء ما عندنا ما نديروا به الخدمه المعفونه ما تنحملهاش خاصها لو ميكا ها لا هذه بحال هذه واحد ميكا فوالا غير ميكا ما خاصها في الطبخ هذه ميكا طبخيه تتشدي سيدتي الكمون الميكا خاويه كتشوفي تتشد الكمون تديرو هنا الملحه شويه ديال الملحه سيدتي فوالا هذه هذه الطريقه تيديروها التواركه فقط تدير الكمون والملحه تتشد البيضه اللي خديتي تديرها في تديرها في الميكا تتسد عليها بحال هكا تتشد الطرقه سيدتي تضرب البيضه بحال هكا مزيان شكرا خلطه بحال هكا مزيان فوالا تتشدها تتحزمها بحال هكا تتلوحوا الدراري هذه في لي بوبيل شكرا فوالا البيض ما عندكم ليش تاكلوا اصلا شكرا شكرا يا سلام شاف البنا عجيب شكرا يا سلام بالنسبه للاطباق ديالنا انا بعدا وجدت لكم بدا لكم بالعصير العصير اللي وجدته فيه الليمون عصير ديال الليمون ليمون مع شويه ديال الخيزو اييه كاين شويه خيزو مهم النظر فوالا واحد شويه ديال المازوط ما يكثرش بنادم بزاف شويه ويحاول يكثر السكر على باش ما تبقاش البنه ديال المازوط باين فوالا اييه هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للطبق ديالي او ماي جاد الطبق ديالي كما تشوفوا كاينين هذا كاينين جناوح ديال الدجاج اييه جناوح ديال الدجاج تتخليهم تديرهم في العسل اييه تقريبا شي 4 ايام ولا 5 ايام لا السلام عليكم بحال تطبق لا سي الشيف تفضل لا تنسولو متاكد الدجاج هذا لا الدجاج الدجاج تتشدو تديرو في الكونفيتير الكونفيتور الكونفيتور وكتخليه تقريبا من 15 يوم حتى 87 سنه تفضل 87 سنه على حساب نعم هذا ما فيش مواد حافظه واقيلا لا ما كاين لا حافظه لا نجاه هذاك الشيء كنعطيو الناس ديالنا قبل ما نعطيو السي الشاف البنا بغي المكونات من غير الدجاج شنو كاين تما المكونات كما تشوف هنا الطريقه هذه كاين كما تشوفوا سيدتي هنا كاين الخس
اييه شنو سميت هذه الخضره هذه؟ لو بيغاسور. لو بيغاسور ديال الخبز تدير مع فوالا وتدير البرقوق 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 تتشدو تديرو مع اتاي تتخليه تينشف ويطلق داك الماء ديالو عاد تضيفوا الجناوح ديال الدجاج سيدات ممكن يولي عباره على لابيسين في الاخر فوالا عاد كاينه واحد اللعيبه اخرى اللي كان هذا التزيين تتشد مثلا انت طيبتي الدجاج ما يمكنش خاصك بنادم بزاف ما تيعتمدش على بحال الرجلين ديال الدجاج هادو تحطهم غير من الفوق فهمتي على قبل على قبل التزيين للتزيين طبق للتزيين لا تقدر تحطهم السي ادريس الجنا غير من هنا مثلا الجوانب ديال الدجاج بحال ما شوف واش خلصوا لك الفيديو ديال الطياره باش توضح حالاتك مش دونك شكون غادي يذوق في الاول بلاتي واش خلصوا لك يلا اذا هذا الطبق هذا اخوه هو ما كيتكلش بالخبز السي الشاف لا كيتكل لقيت غير انا وياك السي الشاف البنا واش هو ذوقوا بعدا انا ما نقدرش التسيير والتسيير ذوقوا لا راه والله الا بنيه بالله راه حنت التسيير مهدي زيد 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 لا لا دريس غير اجي اجي والله الا كنت زيد لا سميره زيدي زيدي لا شوف عفاك واش بعطيك انا اصلا عندي الاعداء عندي الاعداء في الدومين انا اصلا عندي الاعداء اكيد اكيد يلا نعطيو انطلاقه السي الشاف البنا دونك غادي يكون مطلوب منكم باش تاكلوا في اسرع وقت وشكون اللي غيشرب العصير الشاف البنا يلا واجدين انا العصير ثلاثه جوج واحد انطلق عدل بزربه يلا امين يلا هو خصكم يلا فريس يلا سير علي مهدي علي مهدي انا عارف كضرب كل شيء هاك يلا طباخ عالمي قصه انا وياك اصاحبي يلا يلا دوك يا سميرة قولي اليوم لا دريس لا ممكنش ممكنش شوف شوف خاسرين فورفي لا من غير الخسر لقيتها والله يتشاف في بلاد سفيان ربي لا تنسيني تفضل سميرة مثلا الله يعطيك الصحة انا وياك ادريس اقسم انا وياك اصبر هات باش ما تقولش ما كانش برافو عليك سميرة فقط على سميرة بن الحاج برافو على سميرة سفيان سير يلا شوف راه سميرة كلات هذيك القرعه بعدا كلها هذا كناكل خيزو حاره امدرا يلا يلا الوجوه ديالكم تبدلوا سحر فازي يا سحر علي يلا يلا لا ادري اسمح لي احاول لا ادري اسمح لي ادري ماشي كاع ماشي كاع والله الا سميرة غدا الله يعطيك الصحة صحار حتى هي عطيونا اشوف قولوا قولوا لنا كي كيجيكم داك الشيء مالح بنين محلو ما عندنا الحمد لله دوزي بها برافو ليلك والله العادي قلنا برافو ليلك يلا كم حيتكم واعر والله ما كليتي والو ها لا ما كليتي بحال ما كليتي والو ها لا لا صرت اشرب اخاي يلا ما بقاش الوقت باش نشوفوا شكون هو اللي كل اكثر لا بيغ هذه 10 سعود لا بيبليسيتي 8 ضرب هذه 7 6 5 4 3 2 1 ستوب ستوب تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحة دريس تبارك الله عليك اخويا الله يعطيك الصحة شكرا يلا غادي نشوفوا الان سي شاف البنا شكون اللي بان لك زعما غمس من نيتو شنو ممكن تقول لنا الحقيقة هادو دخلوا في الطاجين سميرة بالحاج دريس الروح والسي مهدي ولو انه سميرة هي الوحيدة اللي كلات هما اللي كيفوزوا بالتحدي هذا سي شاف البنا شكرا فرصة سعيدة وشكرا حسب سي شاف البنا الفريق اللي فاز هو الفريق ديال دريس الروح سميرة بالحاج والسي مهدي مشاهدينا غادي ندوزوا الان من جديد لعالم الصور وغادي نشاهدوا الصور ديال السي مهدي ونرجعوا خويا الغالية ومال سمعك ضمتو يا Salut, c'est Cheb Mehdi. Je suis un jeune Marocain qui a choisi le rail comme style. Ça fait 6 ans que je chante. C'est Mehdi. D'abord, c'est Mehdi ou le Cheb Mehdi?
هذه ديك الساعه كنت غني الراي، هذيك كنت غني الريبرتوار ديال الراي. شنو نعم هادشي تقريبا؟ هادشي كان 2000 وما بين 2001 2002 و3 شي حاجه بحال هكا. ميسيون بون دابار، بون دابار معنا ديال لاركيت. وصراحه كانت هاد الالبوم هذا ديك الساعه يا بلادي جا بحال هكا شونسون البوم غايتو، وكان هو ديك الساعه سيتي لو تخوازيام البوم ديالي. شحال كانت عندك من عام ديك الساعه مادي؟ غنقول واحد 22 23، حيت انا اول البوم ديالي خرجته على 17 باش بديتي اول البوم ديالي. اول البوم ديالي درته مع واحد ليديسيون، دابا راه ما بقاتش. ولكن سمعتي لي غير انت واقيلا؟ بيان سور. يعني كنت خرجته ذاك الساعه سيتي التجربه الاولى ديالي، وجيتي فيير يعني دافواغ. بيان سور. حيت في واحد الوقيته انا اللي ما كانش هادشي ديال الفيسبوك والانترنت وتو سا، يعني كون جي ديماري انا في 97 راه ما كان والو، يعني كنتي كتصاوبتي البوم وسجلتيه في كاسيت، ديك الساعه حتى السي دي ما كانش. يعني سيتي فريمون اكسبيريونس زوينه، وتعلمت بزاف د الحوايج، وتلاقيت مع داك الساعه لي بروديكتور الكبار اللي كانوا فريمون، كانت اون فري برودكسيون. كان داك الساعه مثلا يامات شاب رزقي، ويامات محمد راي، ويامات داك الساعه كنتي كتبيع مثلا ان البوم كنتي كتحطو كتبيعو بثمن، فهمتيني؟ ماشي ما كان داك الساعه على بيغاتاج، ما كانش هاد المشاكل. سكيفي يعني اون فادير كانت واحد ليبوك زوينه، غير وانا بديت صغير، اون فادير انا بديت صغير. سكيفي لارتيست ملي كيبدا صغير ضروري كيدوز واحد 10 سنين في حياته ما كيدير فيها والو، كيدوز كيضرب تماره. هذيك ال10 سنين اون فا دير من 17 اون تال 26 اون ولا 27 اون هكا 27 عام عادت تعرفت، عادت درت ساكادو مثلا، عادت بنت. ولكن راه كانت واحد الحقبه في حياتي ما كنت كندير فيها والو، كنت غير كنتعلم وكنتلاقى مع الناس، ويعني ابين لا غير دبرت غير باش نتحرك ولا هذا، راه سي ديجا بيان. ما عمرك فكرتي تشارك في شي برنامج ديال تلفزه الواقع وتوفر على راسك هذيك 10 سنين؟ يعني كما كنعرفوا كيوفر عليك. سي فري، سيتي داس كانوا كيقولوها ليا، مي انا كنت مآمن بداك الشيء اللي كندير. وصراحه كانوا لي كاستينغ بارتو، ها ستار اكاديمي، ها ستوديو دو زي ما كلشي كان حدايا، ولكن كنقول بون انا عندي ستيل ديالي مقتنع به وغادي عليه، وبقيت بشويه تجات فرصه تال عندي. هادشي اللي كاين. كيفاش وصلتي لهذا الستيل ديال سيمادي؟ كنعرفوا انه سيمادي عنده ستيل ديالو، كنسمعك كنعرفوا بانه راه سيمادي. هي هذيك ال10 سنين اللي هضرتي عليها. هذيك ال10 سنين وانت كتقلب. هذيك ال10 سنين. شنو هما لي زانفلونس ديالك؟ ولي زانفلونس ديالي الصراحه بزاف. انا ملي كنت صغير كنت كنسمع بزاف لا شونسون فرونسيز، يعني جاك بريل، ايديت بياف، ازنافور، انريكو ماسياس، خوليو، داني بريون، هاد الناس كاملين صراحه. وكنت كنسمع لا ميوزيك ماغريبين، يعني الراي، داكشي ديال باربيس، تو سكي، وعاده الموسيقى المغربيه، يعني كان واحد الخليط اون فادير، واحد الباناشي ارتستيك. بحال الطاجين ديال السيل بنا. اكزاكتومون ديال السيل بنا. سكيفي مني جات الفرصه في نبين شي ستيل ديالي، لقيت عندي ان باجاج، يعني ديجا سامع شحال ديال الاشكال الموسيقيه، وغنيت بزاف الاشكال، اوتوماتيكمون عرفت شنو خصني ندير. مهدي كتكتب وكتكومبوزي الموسيقى ديالك؟ كنكتب وكنلحن، ويعني سيتي هادشي تعلمته الصراحه ا تري تري جون اج، يعني ملي كنت صغير كنت كنسمع الاغاني مثلا ديال محمد راي ولا الشاب اعراب، كان كيعجبني، كان كيعجبوني دوك الاغاني، يعني فيهم واحد الاحساس، فيهم واحد الكلمه يعني سامبل، وكتقيس الناس. من تما بديت كنحاول حتى نكتب، يعني ملي كنت مثلا اون فادير، ملي كنكون مثلا عندي غولاسيون مع كنت مغروم مثلا بون في، وديك لا غولاسيون ما كتصدقش، اون فادير كتاثر اوتوماتيكو، بدات تسمع لا شونسون سونتيمونتال. كنتي فعلا مغروم؟ كنت كنبدا نكتب. كنت نعم؟ مغروم بان شي اي واحد جو بونس يمكن غادي يكون دازو في حياته دي زيستوار اللي ما شحال من زيستوار داز في سيمادي. ما كاينش داك ما كاينش ديال التاس ديال الكذوب. لا اي كذب دابا يقول ثلاثه تبارك الله، قلب كبير وثلاثه سي ديجا بيان تبارك الله، ماشي بزاف، تقدر تزيد شي جويجات خمسه. نو صراحه يعني انا نقول الحب، يعني الحب انا بصراحه الحب الحقيقي كاين، ولكن يقدر الانسان يتلاقى معاه يقدر ما يتلاقاش معاه، ماشي كاين حوايج اخرين كيشبهوا الحب، ولكن ماشي فريمون دو لامور. انا كنظن بان اللي عنده الزهر وتلاقى مع انسانه كتبغيه وكيبغيها، يعني خصو فريمون على قبل داك الحب اللي بيناتهم يصبروا ويكملوا في الطريق. جو بونس لا فريمون لقى الحب لو فري، ولكن الا كان غير زعما غير واحد الاعجاب ولا هذا ولا غير يسحب ليه، يعني قدرت تكون العلاقه ما تطولش بزاف، وغادي تسالي بالزربه كيف ما كتبدا بالزربه. داكشي اللي كاين. مهدي درتي بزاف ديال الاغاني، منها ساكادو، كونت بونكير مع حسن الفد، لا شونسون كلشي في كازا، كلشي في كازا، زحام في الطريق، بزاف ديال الاغاني، لا شونسون مع ساميه اقريو، لا شونسون مع ساميه اقريو كذلك، قريبا شي جيو مع الاخ ديالي ادريس الروك. ومؤخرا غنيتي على واحد المدينه اللي وغنيتي عليها مبادره، غنسمعوا الاغنيه ديال مهدي، غنيتي على خريبكا. خريبكا وشحال عطيتي خريبكا.
قالوا جابوا العزل بلادي واللي خيروا في كل مجال. شكرا سي مهدي. علاش خريبكا بالذات؟ الوغ نفسر لكم ليستوار ديال خريبكا. انا ديجا مونغ في واحد الجمعيه اللي هي الجمعيه الثقافيه للموسيقى والفنون الحيه. الجمعيه اللي تخدم في المغرب كامل وعندها منخرطين من خريبكا، الناس منخرطين وعندي انا دي فان في ديك المدينه. الوغ ديك الناس ايزون كونتاكتي لاسوسياسيون قال لي ما كرهناش دير لنا اون شونسون على خريبكا، الاقليم ديال خريبكا يعني هو تزم وبجع حتى هو. صافي لاسوسياسيون بعد ايلمون كونتاكتي قال لك بغينا يعني اون شونسون كتهضر على هذه المدينه. شنو درت انا؟ مشيت جلست دو جوغ في ديك المنطقه خريبكا ودرت في بجع وتزم شت ان بو شنو كاين. صافي خديت واحد باش نعرف ان بو شنو غادي نقول، نعرف المناطق، نعرف شنو علاش غنغني. اسكي في اوتوماتيكمون جيت درت واحد لا بروبوزيسيون للجمعيه صيفطت عليهم عجباتهم. من بعد صافي قرروا يصوروا بواحد الطريقه المدينه بواحد الطريقه جديده وهذا. كليبسين في انترنت كاين كاين سي مهدي خريبكا سي الناس اللي خريبكا ديريكت. الوغ اسكي في والناس عجبهم الحال صراحه. انا اللي عجبني هما الناس ديال خريبكا بحال قلتي سي ان بحال جو رون اوماج اون فيل كو جو كونوسي با. تحيه للناس ديال خريبكا ومدينه يعني خريبكا اللي مدينه يعني اللي هزه. مشيت نشوف لقيت خريبكا يعني راه خريبكا راه خريبكا راه هزه راه كانت هزه يعني راه ماشي كانت راه هزه الاقتصاد ديال المغرب راه هي الفوسفات اون فا دير سكي في راه ماشي اي حال ماشي اي مدينه سكي في مني وهي التفاته زوينه ولكن دابا خصك تكمل غنيتي على خريبكا خصك تطلع شويه تكمل ازيلا بيان سور بيان سور بيان سور. صراحه هذه الفكره اللي قلتي دابا ما نكذبش عليك البارح طاحت لي في راسي قلت علاش ما نطرقش نحاول ندير واحد اونغادير واحد 10 ديال الاغاني على واحد 10 ديال لي فيل بحال الشكل ديال خريبكا اللي عطاو للمغرب وبقاو دابا مهمشين بواحد النوعيه ونحاول نرد لهم الاعتبار غير بالفن يعني ماشي بواحد الطريقه اللي كان دار نعمان الحلو مثلا نعمان كان غنى على المدن السياحيه فوالا تا هو وكانت نجحات بصراحه التجربه ديالو بيان سور والحمد لله يعني مي انا الجديد ديالي ان شاء الله سي بوغ شهر بوغ بيانتو سي بوغ بيانتو ان شاء الله الجديد ديالك بوغ بيانتو ولكن كاينه واحد الاغنيه دابا اللي كدور دابا واللي هي استنى فيك اجي لعندي ونقولوا ليك خايف الدنيا تفوت عليا ما نشوفك شي ويا عينيا ساعتها يفنى عمري ويفوت الحال وكلامك كتير سي مهدي تبارك الله عليك مهدي ومسيره موفقه وفرحانين بزاف لانك حاضر معنا في كي كنتي كي وليتي يلا نواصلوا نشاهدوا الصور ديال سفيان النحاس ونرجعوا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا 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 دقة تبع دقة وشكوني حد البس دقة تبع دقة وشكوني حد البس لا تلومونا في الغربة يا هاد الناس لا تلومونا في الغربة سفيان حس سفيان النحاس الصور اللي شاهدناها كانت من خلال مروركم في برنامج ديال اكتشاف المواهب ديال اكس فاكتور اللي كنتو شاركتوا فيه اون طونكو جروب وي كنتو جروب نحاس في 2007 نعم. كنا شاركنا في الكاستينغ بعدا باش نشرح واحد القضيه في هذا الكاستينغ كنت انا اوبيري ب 48 ساعه خارج من كانت عندي اوبيراسيون نعم كنتي درتي عمليه كنت درت عمليه وثلاثه ديال لي مومبر كانوا مشاو دوزوا لي تور بريليمينير الدور الاول وقالوا له راه قالوا لهم الا بغيتوا دوزوا في الدور الثاني وكان معاكم صاحبكم راه يقدر يجي نعم. جاو عندي لوبيتال وانا ناس قالوا لي واش تمشي معنا غدا قلت لهم غادي نمشي ان شاء الله ومشيت والحمد لله راه يمكن ما بين القلائل ديال المغاربه اللي دازوا في كاستينغ باغنيه مغربيه دزنا فين غادي بيا خويا الحمد لله ومشينا لي برايم وصلنا لي دومي فينال تبارك الله عليكم اكيد جروب نحاس كانت تجربه زوينه وتجربه جديده وحنا فاش تابعنا مشيت نشوف في مراحل متقدمه في المنافسه وعطيت واحد الوجه زوين للمواهب الشابه المغربيه تبارك الله عليكم ولكن من بعد تفرتكتوا شي شويه علاش؟ شنو نقول لك يعني الظروف اللي قوى منا ما كانش خلاف ما بيننا كان اختيارات كاين واحد من لي مونبغ اللي اختار انه يعيش برا وكانت الوفاه كذلك وكانت الوفاه ديال هذيك اللي كانت يعني اللي اثرت فينا بزاف الوفاه ديال نبيل
الله يرحمه اللي فاش شفت راسي في الاول ضحكت، ولكن فاش شفت صورته تاثرت بزاف. الله يرحمه في هذا النهار هذا. ويعني هذه هي اللي كانت يعني لو بوين اللي خلى الجروب يتشتت. ولكن انا فاش جلست مع راسي يعني قلت ان نبيل قبل ما يموت كنت سمعته اغاني ديالي الحان ديالي، وقال لي كمل. وهذيك الجمله اللي قال لي يعني كانت في الاواخر ديالو بقات كدور لي في راسي، وجي ديسيدي باش نكمل، والحمد لله مكملت اون سولو. وعلاش بقيتي مكاردي السميه ديال الجروب؟ واش سي ان اوماج لو جروب؟ لان لو جروب باش بنت ما بغيتش ندير شي حاجه سفيان كذا، بغيت باش ان شاء الله نوصل فين ما وصلت ديما يبقاو نحاس مع سفيان نحاس. دونك سي سا. تبارك الله عليك سفيان. سفيان نحاس من غير الصور اللي شاهدنا ومن غير سفيان نحاس هو ديني معاك ديني، عافاك لا تخليني، انا خايفك لا تنسيني. ديني معاك ديني، سفيان نحاس هو وانت عاد بديعك تكذب اعترف ما فيها دم، وليتي تبغيني وطحتي دابا في الحب، طحتي في الفخ بلا ما تبدا تنفخ، انا صياد وانت عاد بديعة. شكرا سفيان. واش ما تيجيكش القضية بأنه في ظل دابا هذا الشيء كامل اللي كاين وهذا كل شيء كيغني، واش ساهل دير بلاصتك وسط منهم؟ إلا كنت عارف شنو كدير ياك وما مزروبش تقدر دير بلاصتك وتكون مآمن بداك الشيء اللي كدير وتصبر. سورتو الصبر، لان مهم ماشي هو تضرب وتغبر، احسن حاجه هو تبقى كاين في الساحه اكثر مده ممكنه، تبقى في الساحه غادي محافظ على لان اللي كيضرب دغيا كيطيح دغيا، واللي بقى غادي يعني غادي درجه بدرجه، فهمتي؟ درجه بدرجه كيوصل للناس، الجماهيريه ديالو كتكبر، راه ملي غادي يوصل سيغتان اج غيلقى راسو الحمد لله. بيان سور. شكون هما الناس اللي كيتشاور معاهم سفيان في الاعمال ديالو؟ ايوا كنتشاور في الاساس مع المناجر ديالي اللي هو مفيد السباعي، اللي كنوجه له التحيه لانه هو من الناس اللي شجعوني باش نكمل اون سولو جوستومون. يعني هو اللي جلست معاه وقلت له ها شنو باغي ندير، وشجعني ودعمني، والحمد لله حنا غاديين درجه بدرجه تنوصلوا لذاك الشيء اللي بغينا ان شاء الله. شنو هما انت لي زانفلونس ديالك؟ منين كتستلهم هذا الشيء اللي كتغنيه؟ كنستلهم هذا الشيء من ان بو بارتو. انا كنسمع بزاف ديال لي ستيل، ما عنديش شي حاجه حدا، عندي دي زانفلونس. كنت كنسمع راي، كنت كنسمع شرقي، شويه ديال الغربي، دونك هذا الشيء كامل دارو سفيان نحاس. وي. ولي بروجي اللي جايين ديال سفيان؟ كاين اغاني كنديو مع مهدي كاليبر ان شاء الله، وكاينه اغنيه سولو غادي تصور ان شاء الله وتطرح فيديو كليب. بالتوفيق سفيان. شكرا. ولكن تسنى. باقي معنا يسحب لي غير مشيتي اسي لجنة. لا انا معك مرحبا. اهلا بات سي لجنة. الله يرضي عليك. نعم اسيدي. سفيان ما غاديش نقولوا ليه بسلامه هكاك. عندي لك واحد الدوسي يا وليدي هشام. تفضل. فعلتك. مرحبا. سفيان عاود لينا كل شيء الا فاش كان غادي اللبناني يشارك في اكس فاكتور. كنت يا وليدي في المطار. وما خلاوكش تدخل. ويلي. حتى سمعتيهم شي موال بين ليا وعاود ليا. كيفاش هاد القضية سفيان؟ كنت في المطار أول مرة غادي 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 لي برايم في لبنان. تقبلتوا في تقبلنا وغادي لي برايم، وكنت غادي ندوز واحد الحاجز في المطار. هنا في المغرب ولا في لبنان؟ لا في المغرب. وفي دوك الإجراءات اللي كاينين كيطرحوا أسئلة ديال شويه باش يعرفوك فين غادي وكذا وهذا، وقلت لذاك السيد قلت له انا غادي نغني في لبنان، غادي نمثل المغرب في لبنان. ما تيقنيش بزاف. قلت له راه غادي نمثل المغرب في لبنان. قال لي غني ليا باش نعرف. في وسط الناس جالسين يعني كلشي شاد الصف وبوحدي جالس كنغني. اشنو غنيتي ليه؟ باقي عقل غنيت له شي حاجه ديال خالد. غني لنا حتى حنا نسمعوك. درت شي موال ديال خالد. عاودوا لينا نيت، انا هو ذاك اللي وقفك. لا 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 جارت بلادي جارت بلادي وبقيت براني براني بارك الله عليك سفيان.
وشكرا سلجنا على هذا الدوسي هذا. دابا مشاهدينا غادي نبقاو في هذا الجو هذا، غادي نلعبوا دابا تحصل ولا تغني. يلا مشاهدينا دابا غادي نلعبوا تحصل ولا تغني، غادي يكون مطلوب من الفريقين بجوج. غادي نبداو بفريق بمن غادي نبداو بعدا؟ لمن اليسار بمن نبداو؟ نبداو بكم، نبداو بهم. يلا غادي نعطيكم حرف وغادي يكون مطلوب منكم باش تلقاو اغنيه كتبدا بهذا الحرف، تغنيوها ليا كاملين وتساليو بحرف. الحرف اللي ساليتو به هما خص يبداو به اغنيه. اي لغه تغنيوها؟ اي لغه. مشينا ثلاثة جوج واحد، والحرف الاول هو الراء. يا راي ويا راي ويا راي يا راي يا راي كتبدا بالياء. الراء لا 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 راجع من بيته طالعه من بيته طالعه رجلت انا عايز وراه وتشوش خاطري وشحال بكيت ما بيا غني ومعاك هي غي العايلة اللي خليت انا مزوج يا جماعة حب السين راني متولع فيه الهاء هي اللي بغات هي 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 لا 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 لم لموني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها لموني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها لا ها هي كده ايامنا هي كده هي سعد احلامنا هي كده دل دل العلي داي يلا دنا 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 ودنا دايني يما 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 هيتي دا جنينو دنا 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 ودنا دايني يما 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 يا حبيبك مغروم الميم مال حبيبي مالو قولوا لي بس جرالو ولا البارح كان حبيبي واليوم تغير حاله لام 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 ليلى لام 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 ليلى لام 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 خمسة لا 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 أربعة ثلاثة راني ندم على ليام اللي ضاع صبري وش باكي فيه شام رقلي ودي بحرا ما سيد اللي يبغيها لها ضاي ضاي ماشي بحالهم ضاي ماشي بحالهم ضاي ماشي بحالهم سي بيبي ماشي بحالهم لا حلتي انا يتمني بالمزيانة ما طلع لي والو منك كاف كاف الكاف كا كاينة ولا ما كايناش واحد ما باغي بنت قبل منو عرفات وما غير وخرجات كاينة ولا ما كايناش شين لا لا خمسة شاليني يا بابا شاليني يا بابا شاليني يا بابا ديني معاك ديني عافك لا تخليني انا خايفك لا تنسيني نيني لا 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 من الهوى من مفراني وادي يا هوى حبيبي يا نور العين يا سلام
عاشق بيالي سنين ولا غيرك في بالي. لم 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 خمسة أربعة لم ماشي الليل لم خمسة أربعة ليه ثلاثة الغرور والكبرياء ليه الغرور اسمع لا لا تباها بالذكاء الله الكاف كا كا with his song telling my life with his words killing me softly with his song killing me softly with his song قرب وصف لي 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 يلا خمسة أربعة ليلة الليلة بابا والليلة الليل ثلاثة الليل ويا الليل طول ليلي طويل معلوها يا شرايط ليل من يونس معايا يا 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 خمسة أربعة ثلاثة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا راح التحلاوه والتزبيب راح الخير وراح الشيب ورا قدر الجنح طارت علات ستة أتى خمسة أربعة أتيكا وا أتيكا وا أتيكا وا أتيكا وا أتيكا وا خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد حتى يجب عيش طيب مرحبا عليكم أجي معي أجي معي أتيكا أجي 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 سميرة أتيكا 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 تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم عفتي واحد الوقيته قلت راه ما غتساليوش ما عندي ما نقول الله يعطيكم الصحة يلا غادي نربطوا الان الاتصال بالسي لجنه باش يقول لنا شكون هو الفريق اللي فاز في هذه الحلقه هذه على اعتبار انه اللي فاز في هذه اللعبه هذه هو باين دريس الرخ سميرة بالحاج والسي مهدي السي لجنه واش كتسمعني بيان سور كنسمعك ولدي هشام اهلا بات السي لجنه صافا فوزالي الله يبارك فيك الحمد لله عييتو شويه الحمد لله ايوا سيادنا اللي ربح في الحلقه ديال اليوم بثلاثة لواحد نعم سيدي هو الفريق ديال السي مهدي سميرة بالحاج ودريس الرخ إذا الفريق اللي كيفوز في الحلقة هذه هو دريس الروخ سميرة بالحاج والسي مهدي تبارك الله عليكم برافو عليكم مشاهدينا وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم نتمنى نكونوا دوزنا معكم وقيتة زوينة شكرا للنجوم ديالي على هذا الروح اللي عطاونا وشكرا لكم انتم على حسن المتابعة غادي نتلاقاو بكم إن شاء الله في حلقة واحدة أخرى ونجوم واحدة أخرين ومفاجآت واحدة أخرين حاجة واحدة بغيت نقولها الناس اللي كيصيفطوا لي دي ميساج في البورتابل ديالي ما بقاش عندي فيسبوك دوك هادوك سي دي فو كونت إلا بغيتوا تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية ديال القناة الثانية اللي هي دوزيم .ما سواء في الفيسبوك ولا في السيت ديال دوزيم شكرا على تتبعكم ونتلاقاو بكم في حلقه واحده اخرى دي جي ما تعطينا والو يلا عطيونا مراكش السلام عليكم